مشاهدينا الكرام، واحنا بنحتفل بتخريج الدفعه 60 من الكليه الفنيه العسكريه يسعدنا يكون معانا السيد اللواء استاذ دكتور اسماعيل محمد كمال مدير الكليه الفنيه العسكريه. اهلا بك يا فندم ومبروك تخريج الدفعه 60 النهارده. اهلا وسهلا بيك، وانا برحب بحضراتكم في ارض احتفال الكليه الحربيه. الحقيقه يوم جميل، والحقيقه خاصه ان هو بيتواكب مع احتفالات مصر بالعيد الخمسين لانتصارات اكتوبر، فالحقيقه الدفعه دي مميزه في كل حاجه. قول لي يا فندم، احنا عندنا كم قسم موجود داخل الكليه الفنيه العسكريه؟ احنا عندنا 38 قسم بيغطوا كافه الحقيقه العلوم الهندسيه اللي بتحتاجها القوات المسلحه، وده الحقيقه اضافه، واضافه كبيره جدا لهذه الدفعه، اضافه للقوات المسلحه، ونتمنى لهم يا رب دايما كده التوفيق ان شاء الله، ويكونوا على قدر المسؤوليه ان شاء الله. ست اللواء اسماعيل، العمليه التعليميه هي يعني منشقه الى ثلاث اقسام: طالب، منهج تدريسي، عضو هيئه تدريس. ازاي بنأهل اعضاء هيئه التدريس داخل الكليه الفنيه العسكريه انها فيها 38 قسم داخل الكليه؟ الحقيقه عضو هيئه التدريس داخل الكليه بيمر بمراحل تاهيل متعدده، بدءا من اختياره في البدايه من خريجي الكليه المتفوقين، ثم بيتم ترشيحه بعد كده للعمل كمعيد داخل الكليه الفنيه العسكريه، ثم يتم وضع له برنامج تاهيلي، وبعد كده بيبتدي يحضر رساله ماجستير، ثم بيسافر للخارج للحصول على الدكتوراه من الخارج. يعني عندها اكثر من 98% من اعضاء التدريس حاصلين على الدكتوراه من خارج مصر، من مدارس مختلفه، مدارس متنوعه، ومش بس كده، بيستمر في اجراء الابحاث وخلافه للترقيه لاستاذ مساعد ثم استاذ في النهايه. ست اللواء اسماعيل، اخيرا ويعني برضه ده مواكب مع الاحتفالات بتخريج دفعات جديده، الكليه الفنيه العسكريه مهتمه جدا ومتميزه في المؤتمرات العلميه وايضا الابتكارات، ويعني الابتكارات المتخصصه في كافه المجالات. كلمه سيادتك عن اهم الابتكارات داخل الكليه الفنيه العسكريه واهم المؤتمرات اللي بتنظمها الكليه العسكريه اللي بيعود على الطالب وعضو هيئه التدريس. احنا عندنا الحقيقه مجموعه من المؤتمرات اللي بتنظم سنويا. عندنا مؤتمر الكلية الفنية العسكرية في مختلف المجالات، عندنا مؤتمر الكلية الفنية العسكرية للطلبة، وده الحقيقة على مستوى الطلبة فقط، بيقدموا أوراق بحثية على مستوى مصر بالكامل ومن خارج مصر. عندنا المسابقات اللي بتجرى داخل الكلية زي مسابقة الفريق إبراهيم سليم، ومؤخرا الحقيقة احنا ضفنا مسابقتين من أهم المسابقات وبيحظوا باهتمام كامل الحقيقة من القيادة العامة للقوات المسلحة، مسابقة الذكاء الصناعي والأمن السيبراني. ده حقيقه ده بيخلينا نحط ايدينا على المواهب على مستوى جمهوريه مصر العربيه البارعين في هذا الاطار، عشان يبقى عندنا ذخيره جاهزه للتعليم وجاهزه للتعلم في اطار الذكاء الصناعي والامن السيبراني. ست اللواء اسماعيل، انا بشكرك، وكلمه النهارده توجهها لابنائك الخريجين خريجي الدفعه النهارده. أنا اللي بشكرك طبعا على تشريفك لينا النهاردة في أرض هذا الاحتفال العظيم، والحقيقة أنا بوجه كلامي لأبناء الطلبة الخريجين. أنا عايز أقول إن إحنا بذلنا مجهود كامل في تأهيلهم لمدة 5 سنوات، وهم حاليا أصبحوا مؤهلين على أعلى مستوى سواء علمي أو عسكري. المفترض ان دي اول خطواتهم في الحياه العمليه. اوصيهم خيرا بمر اوصيهم، اوصيهم بطاعه رؤسائهم، اوصيهم بالانضباط العسكري اللي هو اهم عنصر من عناصر العمل داخل القوات المسلحه، بالاضافه الى مزيد من العلم والتعلم الكثير حتى يكونوا قادرين على التعامل مع مختلف المشاكل التكنولوجيه داخل القوات المسلحه.